بسم الله الرحمن الرحيم. شهر شعبان شهر عرض الأعمال على الله. انتم متخيلين يا جماعة احنا الآن أعمالنا تعرض على الله؟ انت متخيل ان كل اللي عملناه السنة اللي فاتت يعرض الآن بين يدي الله؟ لازم تقف خاشع، لازم تقف تستشعر التذلل بين يدي الله. يا رب يا رب وأنا تعرض أعمالي عليك كن راضي عني. تخيل ان انت اعمالك الان تعرض على الله، ولازم تعرف ان في ثلاث انواع من عرض الاعمال على الله. الطريقه الاولى عرض الاعمال على الله ورفع الاعمال الى الله، ترفع الاعمال مرتين في الاسبوع، كل يوم اثنين وكل يوم خميس. ترفع الاعمال الى الله كل اثنين وكل خميس، يبقى مرتين في الاسبوع. وبعدين مرة في الأسبوع تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة كل يوم خميس، كل يوم خميس تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان فيها من خير فرح بها وحمد الله لنا، وما كان فيها من شر استغفر الله لنا. يبقى في مرتين ترفع فيها الأعمال إلى الله، اثنين وخميس، وفي مرة تعرض فيها الأعمال على الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة في السنة لمدة شهر كامل تعرض الأعمال على الله الصحيفة كاملة، زي يوم القيامة بالضبط. احنا يوم القيامة، الفرق بين يوم القيامة وبين شهر شعبان ان يوم القيامة انت ما تقدرش تغير حاجة في الصحيفة لانها معروضة على الله، خلاص خلص الامتحان. لكن انت دلوقتي في وسط الامتحان تقدر تغير جو الامتحان، لان انت في شهر شعبان من كل سنة تقدر تعمل تعديل. ايه هو؟ تستغفر وتتوب. تقدر تعمل تعديل. ايه هو؟ تعمل حسنات. يعني تبقى الصحيفة مكتوب فيها من اول السنة اللي فاتت لغاية شعبان فيها حاجات مش كويسة، تيجي انت تتوب، تيجي تستغفر، تيجي تعمل حسنات، تيجي تعمل صالحات، فاذا بالصحيفة تتغير، واذا بالصحيفة تختم لك قبل دخلة رمضان السنة دي انها مكتوب فيها تاب وعاد الى الله ومحي كل ما في الصحيفة وقلبت حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مين مش عايز حاجة زي كده؟ مين ما يحبش النهاردة تقلب سيئاته حسنات؟ يا جماعة احنا غلابة قوي ومحتاجين لرضا الله قوي. احنا من غير الله ما نعرفش نكمل في الدنيا دي. الدنيا بدون اللجوء إلى الله صعبة قوي وقاسية قوي. مسكين اللي عايش في الدنيا دي لوحده، مسكين اللي عايش في الدنيا دي بحوله وقوته. احنا من غير حول الله وقواته ضعفة قوي. روح لربنا قوي، رمضان بيقرب، روح له بذلك. والله يا جماعة انا بقول الكلام انا حاسس بيه من قلبي، عايز اوصله لكم. اعبد قوي، غير الصحيفة، جمل الصحيفة، خلي العرض على الله كله جميل، خلي ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة. انظروا يا ملائكتي عصاني واخطأ في حقي شهور وعاد الي في شعبان فغيرت صحيفته حسنات. وتيجي يوم القيامة اقرأ كتابك فتقرأ السيئة وتقرأ السيئة وتقرأ السيئة، فيقول لك الله ألم تكن يا عبدي في شعبان قد عدت إلي؟ فتقول له أيها رب أنا رجعت لك في شعبان. اقرأ كتابك مرة أخرى فإذا بالسيئات قلبت حسنات، فإذا بالسيئات قلبت حسنات، فإذا بالسيئات قلبت حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تنصحني بإيه وأنا تعرض أعمالي على الله؟ قوم صلي ركعتين بالليل في جوف الليل انت وربنا لوحده، قول له ارضى عني وسامحني ودخلني رمضان وانت راضي عني، قول له اكبر بخاطري، قول له انا غلبان ماليش غيرك. تنصحني اعمل ايه في شعبان؟ كثرة الاستغفار، ماسك السبحة على طول استغفر الله. تنصحني اعمل ايه في شعبان؟ توبة الى الله، يا رب انا تائب اليك من الذنب الفلاني واعهدك الا اعود اليه ونادم يا رب ومش هعمل كده تاني فاقبل توبتي. تنصحني اعمل ايه في شعبان؟ اعمل حسنات على قد ما تقدر، ما كانت حسنات كمان 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 كمان. رمضان بيقرب، اي فرقه كوره معلش في المثل هتلعب كاس عالم وما اتمرنتش قبل كاس العالم وداخله متحمسه قوي قوي قوي، فاول ماتش كله هيتعور مش هيقدروا يكملوا. كذلك شعبان بالنسبه لرمضان، شعبان هو فتره الاستعداد. يلا سخن، يلا جهز نفسك، ما تموتش نفسك عبادة، لأنك هتيجي في رمضان هتبقى تعبت كمان زي فرقة الكرة اللي تعبت قوي مش قادرة تكمل. لكن ابدأ
ابدأ قرب كمان كمان عبادة كمان حسنات كمان ذكر كمان استغفار كمان من غير ما تشد على نفسك قوي. ركعتين قبل الفجر حلوين لو عملتهم يبقى ربنا بيحبك، لا يمكن يصحيك في الوقت ده إلا لو بيحبك. ذكر كمان، صدقة على قد ما تقدر، عبادة كمان 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 كمان، استغفار وتوبة. يا رب يا رب يا مجيب الدعاء، دخلنا رمضان السنة دي وانت راضي عننا، اعتقنا من النار، بلغنا ليلة القدر. اللهم لا ترد لنا دعوة في شعبان ولا في رمضان، اقبلنا يا رب، تبنا إليك يا رب، فاقبل توبتنا في شعبان وبدل سيئاتنا حسنات، وارض عنا وارفع مقتك وغضبك عنا، وارض عنا واكرمنا، سلمنا إليك أمرنا فانصرنا وارزقنا وافتح علينا وعزنا واكرمنا يا رب، أدخلنا رمضان ونحن من المحسنين. آمين آمين آمين. أرجوكم ادعوا لي، ربنا يفتح عليا، وشوفوا برنامجي في رمضان السنة دي اسمه حياة الإحسان، هيفرق معاك في حياتك جدا وهيساعدك جدا. ادعوا لي بالفتح والرزق الواسع، الله يرضى عني وعنكم ويبلغنا رمضان وهو راضي عننا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.